أصدقائي صديقاتي مساء الخير، معلومة جديدة. أنا مش عارف الترتيب وصلنا لكام، بس هي معلومة جديدة. من الحاجات المهمة جدا اللي بنشتغل بيها في صناعة العرايس والماسكات القطر. القطر واستهلاك القطر. طبعا القطر من الحاجات المهمة جدا وفي نفس الوقت خطر جدا، لأنه سهل إنه يعمل أي إصابة فينا. عشان كده احنا بنتعامل معاه بكل حرص وعناية، تبقى شايفة الإيد اللي ماسكة قطر تتحرك إزاي. أوكي في الحتة دي؟ يعني أنا ماسك بإيديا بقطع حاجة، واخد بالي إيد التانية موجودة فين. مش ببص هناك وبقطع. طبعا دي مصيبة. فعشان كده ناخد بالنا كويس جدا وأنا بشتغل بالآلة حادة زي القطر مثلا، لازم عينيا تبقى على إيدي اللي مش شغالة، راح موجودة فين. طيب القطر طبعا استهلاكه كتير جدا جدا جدا، لأن السلاح مع السفنج ممكن مع أول يوم شغل تلاقي تلم وباص، فاحتاج أغيره. طبعا الموضوع كده هيبقى مكلف قوي، ونظرا لأن الماتيريال الموجود في السوق بتاع الأسلحة كله سيء صيني، مش قليل قوي لما تلاقي صنف كوري. الكوري ده أحسن نوعية أسلحة، اللي هو زي ده مثلا، هو ملوش يعني اسم معين، بس هو شكل العلبة كده هو ده، هتلاقوه في أي مكتبة أدوات مدرسية، مش عند الموان. اللي عند الموان علبة تلاقي لونها أصفر، ده مجرد ساعة واحدة شغل في الاسفنج هتتلم على طول. طيب ازاي اشتغل بسلاح القطر بعد ما انا اشتغلت بيه شوية برضو بورقة صنفرة 320 اللي هو ناعمة، بحطها وبرضو بسنها على الترابيزة كده اهو، جامد طبعا، رايح وراجع. وبالطريقة دي اشتغل بيها. برضو لو لقيت اي غيرة جي على السلاح، في الاول بنضفها بسلاح قديم، بنضف السلاح وبعد كده بيتسن بالصنفرة. ده كده بالنسبة للمعلومة بتاعت القطر. طبعا القطرات فيه عريض وفيه رفيع، ده بينفع نشتغل بيه في السفنج، والتاني بينفع نشتغل بيه في الملامح الرفيعة. بس انا عشان انا بطلت اشتغل بالرفيع، لانه مش لقيله اسلحة نظيفة رفيعة، فهو موجود مركون معايا. شكرا واشوفكم في معلومة جديدة.